السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في الفترة الأخيرة كلنا سمعنا عن نهاية الشيرنج ونهاية الشبكات الدش الهوائية، فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم بكل التفاصيل، ومعنى أصح هنقول الخلاصة في موضوع الشيرنج والشبكات الدش الهوائية. لكن طبعا قبل ما نبدأ في الشرح، يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتخليك معانا. طبعا اول حاجة هنمسكها معانا او هنتكلم عنها هي الشيرنج، لان طبعا معظم الناس قالت لك ان الشيرنج هينتهي خلاص، يعني ما قالوش ان في بعض الباقات هتقفل او هيتغير شفرتها، لكن في معظم الناس بتقول ان الشيرنج انتهى خلاص او هينتهي خلاص، وبالتالي المفروض نشوف على حل تاني. مع احترامي للناس ديت، الناس ما تعرفش ان موضوع الشيرنج موضوع اكبر من ان احنا بنتكلم فيه ده، لانه له بعدين، بعد اقتصادي وبعد سياسي. طبعا اول حاجه بالنسبه للبعد الاقتصادي، كلنا عارفين ان في اكتر من مصنع كل شغلهم ان هو بيصنعوا الريسيفر اللي انا وحضرتك بنستهلكه، وبالتالي لو في اي حاجه هتضر المشروع بتاعهم او هتضر الاقتصاد بتاعهم، اكيد هيشوفوا لها حلول علشان الشغل بتاعهم ما يقفش. يعني بمعنى اصح، لو انت الريسيفر اللي بتشتريه من خلالي او من خلال اي حد في السوق او من خلال اي محل بتاع دش بيبيع ريسيفرات، لو الريسيفرات دي كلها مش موجود عليها سيرفرات شيرنج او اي بي تي في، هل الريسيفرات دي هتتباع او هل هيكون عليها الاقبال الشديد اللي احنا شايفينه الايام ديت، اللي كل واحد بيحب يشتري ريسيفر بيروح يسال اول حاجه بيسال عليها قبل ما بيسال على امكانيات هاردوير او امكانيات سوفت وير، بيسال عليها اي سيرفر او عليها كام سيرفر او عليها مده قد ايه. وبالتالي الشركات ديت هتكون خايفه على الشيرنج اكتر مني ومنك انت، لان ده يعتبر هو اكبر نقطه قوه لبيع الريسيفرات بتاعتها. اما بالنسبه للبعد السياسي، ففي امور كتيره اكيد حضراتكم عارفينها، الهدف منها هو نشر الثقافه بتاعتهم او نشر او التطبيع مع الدول اللي هي اصحاب الامور ديت، زي مثلا وليكن القمر الصهيوني اللي هو اموس الموجود في الموقع المداري 4 درجات غرب. القمر ده بينقل جميع البطولات، وهل الكيان الصهيوني ما يقدرش يحجم او ما يقدرش يمنع السيرفرات اللي بتفتح القمر بتاعه؟ اكيد واحد زي الكيان الصهيوني اللي بيتحكم في اقتصاد العالم كله اكيد يقدر يمنع ده كله، لكن هو بيبص لها من ناحيه تانية. هو بيبص لها ازاي يبث ثقافته ليك، ازاي يعلق نفسه، يعني ازاي يعلق الشعوب العربيه بالقمر بتاعه. احنا النهاردة ما بنتكلمش في سياسة او ما بنتكلمش في اي سياسات بين الدول، احنا النهاردة بنتكلم عن الشيرنج. يعني بمعنى اصح، الكيان الصهيوني لو حابب يقفل او يمنع اي حد ياخد الشفرة بتاعته هيمنعها، لكن طبعا هو حابب انا وحضرتك نشاهد القناة بتاعته، وبالتالي كنا بنقول قبل كده يا ريت نخلي امر اموس على قد الماتشات بس او على قد فرجة الماتشات بس، ملناش علاقة بالاعلانات بتاعته، ملناش علاقة بالافلام او المسلسلات بتاعته، لانه هيبسلك الثقافة بتاعته او هيخلي الموضوع بينك وبينه موضوع عادي او صداقة عادية، او ينسي الشباب العربي بمعنى اصح القضية بتاعتنا اللي هي القضية الفلسطينية. لكن طبعا احنا بنقول ان امر اموس، بنكرر تاني، هو عشان نشاهد الماتش بس ونقلب عليه. وبالتالي لو الموضوع هو هيقفل القنوات، اللي هو مش لازمه فلوس او مش لازمه موضوع تجاري، هو واخده كموضوع ان هو بينشر نفسه او بيفرض نفسه على الشعوب العربية. والدليل على كده نقله لبطولة افريقيا اللي فاتت، وطبعا حضراتكم عارفين ان بطولة افريقيا هي من اقل البطولات كمتعة كروية او كاداء فني كروي، وبالتالي هو ليه اشتراها؟ اشتراها لانه عارف ان معظم او جميع الدول العربية هتستقبل الامر بتاعه، وبالتالي هيبس السم في العسل وهيخليك تتأثر بالثقافة بتاعته. بعد ما كانت النظرة ليه نظرة عدو، هيخليك تبص ليه نظرة شعب عادي او ثقافة عادية ممكن نتقبلها. نرجع تاني لموضوعنا، ان الشيرنج له بعدين، بعد اقتصادي وبعد سياسي. وطبعا بعد ما اتكلمنا على البعد الاقتصادي والبعد السياسي، احنا كده متأكدين 100% ان الشيرنج مش هيتقفل، او بمعنى اصح مش هنصحى الصبح من النوم هنلاقي الشيرنج انتهى ومفيش قنوات رياضية نقدر نشاهد عليها، لا هنقدر نشاهد عليها. وطبعا الكلام اللي هو كان موجود على الشيرنج ده موجود من 2010، مش موجود من النهاردة. وياما سمعنا ان الشيرنج هيقفل،
علشان حضرتكم تتاكدوا ان القنوات نفسها هي اللي بتبيع الشفره للسيرفرات الشيرنج. معظم الناس ممكن تكذب كلامي، لكن الناس اللي هي قريبه جدا من السيرفرات او الكلام ده هيعرفوا وهيتاكدوا وهيكونوا عارفين ومتاكدين ان معظم الباقات اللي مشفره قنواتها هي نفسها اللي بتبيع الشفره، او قبل مثلا ما مده الشفره تنتهي، لان طبعا كل قناه او كل باقه بتكون عامله عقد مع شركه معينه انها بتحفظ الشفره بتاعتها، وبالتالي قبل ما المده دي تخلص الشفره دي بتتباع. وبالتالي الموضوع مش بالسهوله اللي الناس بتقول ان الشيرنج هيقفل، ممكن باقه معينه تقفل لكن الشيرنج كله مفيش حاجة اسمها الشيرنج يقفل، لأن طبعا الشيرنج مش قمر واحد. شوف المدار فيه كام قمر ممكن نشاهد عليها، وزي ما قلت لحضراتكم ان مستحيل ان يسيطر على القمر بتاعه هو القمر الصهيوني اللي هو آموس، لأن قمر آموس الهدف منه، الهدف الأكبر منه مش الربح المالي، الهدف الأكبر منه هو ربح قلوب الشعب العربي بالنسبة للكيان الصهيوني. وبالتالي كل الناس اللي خايفة ان الشيرنج يقفل، انا بقول لحضراتكم الشيرنج مش هيقفل، وهنفضل نشاهد المباريات وهنفضل نشاهد البطولات سواء الأفريقية او العالمية بمبلغ بسيط جدا، اللي هو طبعا الشيرنج ب 100 جنيه في السنه او ب 50 جنيه في السنه على حسب نوع السيرفر اللي عندك. وبالتالي نقطه الشيرنج ده انه يقفل ننساها خالص. وطبعا بعد ما قلنا ان هو مش هيقفل، لازم ناكد ان في طبعا باقات هتقفل عادي، او باقات هتغير نوع الشفره بتاعتها عادي، لكن برضو زي ما حضراتكم عارفين ان السيرفرات هتجيب الشفره بتاعتها وهتفتح القنوات، لانها مش اول مره تحصل. ده بالنسبه للشيرنج. اما بالنسبه لشبكات الدش الهوائيه، الناس كلها بتقول ان السعوديه عملت اتفاق مع مصر على منع الشبكات الدش الهوائيه. طبعا الكلام ده حصل بالفعل، لكن مش بالسهوله ان انت تقدر تلغي شبكات الدش الهوائيه. هو ممكن طبعا انك تحجم او تقلل عدد الشبكات اللي موجوده وتقفل شبكات وشبكات تانية تفتح، لكن طبعا الموضوع مش بالسهوله انك تقفل جميع الشبكات مره واحده. كلنا عارفين موضوع البي اوت كيو، وطبعا موضوع البي اوت كيو كان ليه دوله واحده وكان باقه واحده، وبالتالي الباقه البنفسجيه قدرت تقاضي او تعادي الدوله ديت علشان تقدر تمنع الموضوع ده، لانها كانت باقه واحده او شركه واحده اللي شغاله. اما بالنسبه لشبكات الدش الهوائيه الموجوده في مصر، عامله زي حرب الشوارع. انت اصعب حاجه في الحرب انك تحارب مجموعات عصابيه في الشوارع، فبالتالي ما بتعرفش تحاربهم بشكل منظم. بالنسبه للبي اوت كيو، الباقه البنفسجيه عملت خطوات مع الدوله مع المحكمه الدوليه وخدت الحكم، وبالتالي قفلتها لانها كانت هتطبق عقوبات على السعوديه. اما بالنسبه لشبكات الدش الهوائيه متفرعه في مصر، يعني كل محافظه فيها 2 و3 و4 وفي محافظه فيها 5 شبكات كمان واكتر من كده، وبالتالي انا معاكم ان الشبكات هتقل، لكن مستحيل ان هيقدر يقفل جميع الشبكات مره واحده. الموضوع هياخد وقت ومجهود ومصاريف كتيره علشان تقدر تمنع جميع الشبكات مره واحده. هو كل اللي هيحصل انك هتحجم على ده شويه، وطبعا في الاول وفي الاخر برضو الشبكات دي هيجي لها وقت زي اي حاجه، وهتكون حاجه قديمه وهيطلع حاجه غيرها وهكذا. من اول ما الدش اشتغل شايفين كلنا التطور والتقدم اللي احنا بنشوفه، كل شويه يطلع لنا مثلا البي اوت، يطلع لنا شبكات دش هوائيه، يطلع لنا شيرنج، كل وقت بيطلع له حاجه معينه. وبالتالي بالنسبه للناس اللي خايفه على مشاهده القنوات الرياضيه او مشاهده البطولات الاوروبيه او الافريقيه، انا بطمنكم من هنا 100% هتقدر تشاهد جميع البطولات ديت، ما تقلقش. وسيبك من كلام الناس اللي بتقوله على الفيسبوك، واحنا كده اتفقنا ان شبكات الدش الهوائيه مستحيل انه يقدر يقفلها مره واحده. الموضوع ده هياخد وقت معاه وهيحجم عددها شويه. هي كانت كل شويه بتكبر بشكل غريب، يعني كانت كل محافظه كان في مراكز فيها شبكتين وثلاثه، وبالتالي ممكن القرارات دي تحجم الموضوع شويه او تقلل الموضوع شويه، لكن من الصعب منعه تماما. وبالنسبه للشبكات حتى لو قفلت، عندنا الشيرنج موجود، وعندنا في الايام اللي جايه هتلاقي حلول تانية جايه كتير. اهم حاجه اللي انا بتمناه من الناس انهم ما ياخدوش ان كره القدم انها حاجه اساسيه. كره القدم معموله للترفيه، ما ننساش ديننا، ما ننساش شغلنا، ما ننساش الملتزمات اللي موجوده علينا، ما ننساش بيتنا.
دي كلها حاجات اساسيه المفروض نركز فيها ونخلي موضوع كره القدم او مهما كان الرياضه اللي انت بتحبها حاجه ترفيهيه مش حاجه اساسيه. يعني انت مش هتموت لو انت مش هدش الكوره، على الرغم ان هي مش هتتمنع لان الشعوب او العالم كله مش عاوزها تتمنع، العالم كله عايزك تشاهد الكوره، وبالتالي ما تقلقش من الحكايه دي. حاول توسع نظرك شويه وتبص على العالم من عين واسعه، انك تشوف الامر قاموس فتح قنواته ليه، تشوف ان العالم كله سايب باقته مفتوحه ليه، على الرغم ان اي دوله في العالم ممكن تمنع الكلام ده بكلمه واحده. يعني الموضوع مش بالصعوبه اللي احنا متخيلينها، لكن الموضوع ده داخل فيه موضوع اقتصادي وموضوع سياسي زي ما قلنا، وبالتالي مش عاوز اي حد من حضراتكم يقلق. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.